هادو هما المرشحين اللي تم الاختيار ديالهم من بين مجموعة من المشاركين من طرف لجنة انتقاء برنامج دير مشروعك، وغيشاركوا في أول برايم. نخليكم تعرفوا عليهم. السلام عليكم، معكم سفيان زوري، مدينة طنجة، 23 سنة، انجينيور ان اوتوماتيزم كونترول كاليتي. بغيت نشارك برنامج دير مشروعك، واحد الفكرة عندها علاقة بالإشهارات في الأماكن العمومية. يعني كما كتعرفوا الإشهارات كاينين في بعض الأماكن العمومية، ولكن غير في لي كافيه ريستورون دو لوكس. فحنا بغينا نرجعوا الطريقة في الإشهار متاحة للجميع، هادشي كامل عن طريق واحد البواتي كنركبوه في الشاشة ديال المحل. ما كنحتاجوش نجيبوا واحد التلفزيون واحد آخر ونزلوه يبقى يعرض الإشهارات اون بوكل. بحال الطرق اللي كاينين في السوق دابا، لا حنا كنستغلوا الشاشة ديال المحل وكنعرضوا فيها الإشهارات في أوقات معينة، وكنضمنوا للشركة اللي كنعملوا لها الإشهار بأن واحد الطبقة ديال الناس اللي هما انتريسي بك البرودوي ولا السيرفيس غادي يوصل لهم الإشهار ديالهم. فمثلا إذا كانت قهوة ولا صناك ديال الطلبة الشباب، حنا كنعرضوا تما إشهارات اللي عندهم علاقة بالشباب، مثلا طلبة، مثلا مدارس عليا، دروس الدعم، مكتبة إلى آخره. أما إذا كانت مثلا قهوة ديال العائلات، حنا كنعرضوا إشهارات اللي عندهم علاقة بالعائلات، مثلا لي زوفر دو فواياج، لي زوفر دو لوكاسيون، إشهارات فضاءات لعب أطفال إلى آخره. وهادشي هذا كامل كيكون متسق بواحد الكونترا بين ثلاث أطراف، حنايا الشركة ديالنا والشركة اللي عملوا الإشهار وصاحب المحل. وطبعا البواتي هو الأساس ديال هذا المشروع. هذا البواتي هذا كيمكننا نعرفوا التفاصيل ديال الإشهار، واش غادي يدوز، كيمكننا نكونترولو الإشهار واش داز، لا من طرفنا حنا ولا من طرف الشركة اللي غادي تسمى الإشهار. كنضمنونا بأننا تقدر تراقب الإشهار ديالها واش داز ولا لا، وحنا كنضمنوا راسنا بأن داك صاحب المحل راه غادي يدوز الإشهار. يعني كيمكن نراقبوا الإشهارات بطريقة أوتوماتيكية. المهم هذه فكرة على المشروع، ما كرهتش يعني تم اختيار ديال الفكرة ديالي باش نزيد نشرح أكثر، وشكرا، كنتمنى حظ موفق للجميع. السلام عليكم، معكم جميلة أبروري، 35 سنة، من إقليم صفرو. شكرا جزيلا على هذه المبادرة لدعم الشباب والمقاول المغربي. المشروع اللي أنا جيت حامله وكنتمنى ينال الإعجاب ديالكم هو عبارة على تجفيف ديال الفواكه الطارية والتعسيل ديالها أو التصبير ديالها. علاش أنا اختاريت هذا المشروع بالذات؟ لأنني كنتمي لمنطقة اللي تعتبر بوابة الأطلس وغنية بالفواكه الطارية بحال المشماش، الخوخ، البرقوق، التفاح، فاكهة الكراز، الإجاص. وهاد الفواكه كنا كنعرفوا الاهميه والفيتامينات اللي كتحتوي عليها كل فاكهه على حده، ولكن كتكون فقط فتره معينه في السنه. وحنا جاتنا الفكره باش نجفوها ونصبروها بطريقه اللي هي صحيه وخاليه من المواد الحافظه. نقدروا نعطيوها للاطفال ديالنا على شكل رقائق بحال الشيبس، نقدروا نخضروا بها الطاجين، نقدروا نديروها سلطه خوين، نقدروا نخدموها في الباتيسري. احنا كمرحله اوليه كنشتغلوا على استخلاص الزيوت من نواه ديال الفواكه، بحال النوايو ديال المشمش، نوايو الخوخ، كنستخلصوا الزيت النباتي ديالها، الاهميه ديالها للبشره ولا الشعر. كنخدموا على الخل ايضا ديال التفاح، الخوخ، ديال حب الملوك. ولكن كمرحله ثانيه اللي احنا غادي نشتغلوا عليها ان شاء الله هي التجفيف والتصبير ديال هاد الفواكه. بحكم اشتغالي في الفلاحة لأكثر من 4 سنوات واحتكاكي مع الفلاحين، المشكل الأساسي اللي كيعانيو منه هو التسويق، لأن الفاكهة عندها واحد 3 جوغ ولا 4 جوغ إلا ما كانتش في الفريغو كتضيع. ألوغ حنا غنديرو معاهم شراكات باش نحلو المشكل اللي عندهم ديال التسويق ونخدمو على هذا المشروع. وشكرا جزيلا. مغربية أو مغربي، وشحال ما كان في عمرك عندك فكرة أو مشروع بديتيه وخاصك الفلوس باش تكمله، عبر برنامج دير مشروعك قناة ميديان تيفي كتعطيك الفرصة باش تحقق المشاريع ديالك.
إلا بغيتوا تكونوا حتى نتوما من المحظوظين اللي غتاح لهم الفرصة باش يشاركوا في برنامج دير مشروعك، المسألة سهلة بزاف. ما عليكم إلا تسجلوا فيديو من جوج ديال الدقائق تشرحوا فيه مشروعكم والاحتياجات ديالو، وتبعتوه عبر الواتساب للرقم المكتوب على الشاشة. ومن بعد غتقوم لجنة باختيار جوج الفائزين غيربحوا جوج ديال الهواتف الذكية، وغيتأهلوا البرايم خاص نهاية كل أسبوع. وفي كل برايم 10 ديال المشاركين غيدافعوا للمشروع ديالهم أمام لجنة تحكيم البرنامج، وغادي يتم من بعد دعم مشاريعهم. وفي النهائي غادي يكون عندنا فائز واحد بالجائزة الكبرى للبرنامج، واللي هي 10 مليون سنتيم وسيارة. دير مشروعك، مستقبلك مسؤوليتك، فكر واحنا معك. هذا البرنامج برعاية البنك الشعبي.